يا رب قد ضاقت علي ملامحي وباقي. أيها الشاب، كم مرة وقعت في مصيبة فقلت يا رب وانجلت تلك المصيبة؟ كم مرة ألمت بك فاجعة ثم تحركت شفتاك يا إلهي، وقبل أن تكتمل الكلمات أعطاك الملك سبحانه ما تتمنى؟ يا شباب، يا فتيات، يا طلاب، يا مدرسين، يا مدراء ويا موظفين، يا وزراء ويا أمراء، يا علماء، يا كل الدنيا، يا أهل الأكوان، يا سكان الأفلاك، يا كل شيء دون الله، هل وجدتم أكرم من الله؟ هل وجدتم أجود من الله؟ هل مررتم بأحد أرأف وأرحم وألطف من الله سبحانه وتعالى؟ لا والله، لا أحد سوى الله. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ليستحي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا. يا الله، أخي، أختي، ربنا يستحي منا أن نرفع أيدينا وأن نبتهل في دعواتنا ثم يردنا الله دون أن يحقق منانا. ما أكرمك يا أكرم ملك، إن دعوته آواك، وإن سألته أعطاك، وإن استغفرته بالمغفرة كساك. أنت الرحيم بنا وعفوك شامل، فاشمل بعفوك دمعتي وبياني. جوال تذكر.